مندوبة عن سمو الأميرة سمية بنت الحسن، قامت الآنسة سكينة ناصر جودة بتخريج طلاب روضة مدرسة راهبات الوردية في المصدار بالعاصمة عمان، وذلك على مسرح المدرسة التي يعود إنشاؤها ل73 عاماً مضت، بحضور الأخت مادلين دبابنة النائب العام لراهبات الوردية وعدد من الراهبات والكهنة وأهالي الخريجين. وفي كلمتها تطرقت مديرة المدرسة الأخت الراهبة كارولين بدر لأهمية التربية والتعليم، وخاصة في مدرسة راهبات الوردية المصدار. حفظ الله أجيالنا وأبناءنا وحمل أردننا العزيز من كل شر، وأدام الله عليه نعمة الأمن والأمان، وأطال الله في عمر جلالة الملك عبد الله الثاني ليبقى لنا الذخرى والسند. ونشكركم أعزائي الحضور لتشريفكم لنا، ونترككم الآن مع الحفل الذي يقدمه أطفالنا بفن راق وبلاغة في الأداء. وخلال الاحتفال قدم موكب الخريجين باقة من الرقصات والدبكات والأناشيد أطفت جوا مفرحا على الحضور. وفي نهاية الاحتفال وبعد توزيع الشهادات على الأطفال الخريجين، قدمت النائب العام لرهبنة الوردية الدرع التكريمية لمندوبة سمو الأميرة سمية بنت الحسن، سلمتها للآنسة سكينة جودة، وأيضا قامت بتكريم عدد من معلمات المدرسة اللواتي أسهمن في احتفال التخريج.